كان المشكل هنا اليوم في 11 جونفي هنايا كما العاده عندنا طلبات المجلس المدينه ولايه الجهه باش نوسعوا من توسعه كولبير، ما عندناش اجوبه على التوسعه ديال هذه المحطه ديال كولبير. هنا كنلقاو تصادمات مع الامن، كيجي الامن كيحيدنا من هذه البلاصه هذه، الامن كيقوم بالعمل ديالو، يعني كيقول لك ما مسموحش توقف، ما مسموحش توقف هنا، ولكن هذه البلاصه هذه راه هي البلاصه الوحيده اللي كيجيو لها المواطنين باش كيستقلوا سياره الاجره باش كيقضيو باش كيمشيو في حالاتهم. يعني هنا المشكل فين عندنا؟ حنا عندنا المشكل مع وليد الجهه ومع مجلس المدينه اللي خاصو يتدخل ويجاوبنا على الكروكيات وعلى الطلبات اللي دايرين اللي حاطين باش نوسعوا توسعه كوربير. انا كنشكر الامن، راه الامن كيقوم بالعمل ديالو، الامن راه خدام كيقوم، ولكن هو حنا كنتصادموا مع الامن في هذه القضيه هذه. ملي كيجي رجل الامن كيقول لك اودي حيد من هنا، راه ما مسموحش توقف، انت كتوقف على اساس باش تهز المواطنين. الحمد لله اليوم راه كما شفتوا راه جاوا رجال الامن وجاوا مسؤولين امنيين، الامور راه خمسه على خمسه راه تحلات. كما العاده راه غادي نوقفوا غير واحد جوج طوموبيلات ولا ثلاثه هنايا، راه يتما مجلس المدينه يجاوبنا على الكروكي ديال 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 التوسعه ديال كولبير. درنا رسائل عديده وعديده، راه جي ما كاينش اجوبه، ما كايناش اجوبه، هاد الناس ما كيجاوبوش، هاد الناس قطاع ديال سياره الاجره دمروه، هاد العباره غنقولها، لا محطات لا السائق المهني، ما بقاش داك السائق المهني كيشتغل في اريحيه، المواطن كيقلب على الطاكسي ما كيلقاهش. حنا ما كرهناش حنا تكون عندنا محطات نموذجيه، وحنا دابا كنقولوا المغرب مثلا غادي ينظم كاس افريقيا وغادي ينظم كاس العالم، الطاكسي هذا علاش كيتهمل بهذه الطريقه هذه؟ انا بغيت نفهم، عندي واحد السؤال، علاش قطاع ديال سياره الاجره كيتهمل وكيتدهور بهذه الطريقه؟ راه حتى المسؤولين على القطاع راه هما كيتحملوا المسؤوليه ديال التدهور ديال القطاع. هنا كاين تقريبا اربعه ديال الليلين، كاين لا لين ديال المدينه كراج علال، كاين ديال عين الشق، كاين ديال سباته، كاين ديال 81، وكيكونوا هنا الناس بزاف، الاكتظاظ بزاف، بغينا حتى دوك المواطن ملي يجي يلقى القاعه يشد الصف ديالو ويمشي في اريحيه، وبغينا داك السائق المهني ملي يجي يدخل القاعه ديالو ويهز الناس في اريحيه. يعني ما كنطالبوش شي حاجه مستحيله، ما كنطالبوش شي حاجه يعطيونا شي بحال دابا مثلا هما كيقول لك ما عندناش فين، كيفاش ما عندكش فين؟ وانت مثلا هنا كاينين زناقي غير خاوين، يعني راه محطه الطاكسي راه فين ما مشيتي خصها تكون محطه الطاكسي. محطة ديال الطاكسي راه ماشي غير للسائق المهني، راه حتى المواطن، حتى المواطن ملي كيعرف راه كاينه محطة وكاين منظم كينظم هذا، حتى لو وقعت ليه شي حاجة راه كيجي للمحطة. حنا دابا كليان كنمشيو لهم مثلا، ما كيمشيو لهم مثلا شي حاجة في الطاكسي ولا كينساها، فين كيلتجه؟ راه كيجي للمحطة وكيجي عند المنظم كياخذ الأمانة ديالو. ويعني هاد الناس ما فهمناش، هاد الناس ما علاش ما كيجاوبوش على هاد الكروكيات وعلى هاد. أنا كنتمنى من المسؤولين أنهم يفيقوا شوية من الناس، كل واحد يدير خدمته ويعطيونا محطة ديالنا قانونية باش السائق يكون خدام مرتاح، وداك المواطن حتى هو يجي ياخذ الطاكسي ديالو مرتاح.